السلام عليكم طلاب. عندنا هذا المثال اللي هو عندكم بالمنظمة example 6-3. هذا المثال بعدة مطالب وعدة حلول. هذه المطالب والحلول، تكون فكرة كاملة عن هذا الفصل. سأحنا أول مطلب اللي هو balance angle. بالانس انجل عندنا، تذكرون انه الانجل قلنا اكو عندها قانون الناقص 2 في 180، فعندنا منطينا 5 زوايا 1 2 3 4 5. المفروض الناقص 2 في 180، الان 5 زوايا ناقص 2 يعني 3 في 180 يساوي لنا 540. هنا بهذا المثال ما كان يساوي 540، 540 صفر دقيقة 100 ثانية. إذن هاي المية الثانية المفروض شنو تقل، فالمية تقسيم 5 زوايا راح يساوي لنا 20 ثانية. فالعشرين ثانية المفروض ش أسوي؟ أطرحها حتى أوصل للخمسمية وأربعين صافي. فراح أطرحها من كل زاوية، ساي 88 و16 دقيقة و20 ثانية، راح تصير بس 16 دقيقة و0 ثانية. العشرين أطرحها من هنا، من ال 42 صارت 41 دقيقة، يعني أخذنا من ال 42، أخذنا من الدقائق لأن ما بيها ثواني، أخذنا من الدقائق نقصناها دقيقة صارت 41، خلينا هنا 40 ثانية. 242 و18 و10 ثواني، هنا 20 ثانية صارت 0 و30 ثانية صارت 10 ثواني. إذا نأخذ من كل زاوية نأخذ 20 ثانية، لأنه قسمنا 100 ثانية تقسيم 5 طلعت هي 20 ثانية. هسه المطلب الثاني، المطلب الثاني compute the azimuth and bearing. شنو؟ احسب الأزيموث والبيرنج. احنا قلنا دائما نحسب الأزيموث بعدين بالقوانين نحولهن إلى بيرنج. منطيني أول أزيموث اللي هو الـ AE، تلاحظون هذا الأزيموث AE منطيني اياه اللي هو 55 درجة و55 دقيقة. فيقول طلع من عنده الأزيموثات البقية. بما أنه أنا عندي الزوايا الداخلية، فتعلمنا شلون نطلع الاتجاهات المفقودة لكل المظلة. المطلب الثالث compute the linear inner of the enclosure and the bridging ratio. تذكرون أنه إحنا أخذنا closing error اللي هو يساوي لنا الجذر التربيعي summation of latitude تربيع زائد departure تربيع. احنا مو طلعنا الاتجاهات الازيموث، من عندها راح نطلع من عندها اللاتيتيود ونطلع departure. بعد اللي عندنا انه ابدا بريجينج ريشيو، والبريجينج ريشيو أيضا يريدها، يقول إذا أقل من 1/4000 أو يساوي 1/4000 سوي لها التصحيح بواسطة الكومباس. كومباس رول اللي إحنا أخذناها لما نقول كوركت لاتيتيود وكوركت ديبارتشر، وبعدين أقلب الإشارة لكل اللاتيتيود وأقلب الإشارة لكل الديبارتشر، وبعدين أطرح وأجمع من اللاتيتيود والديبارتشر الأصلية لحد ما أوصل البالانس latitude of balance departure، وهي شرحناها بالمحاضرة السابقة. If the coordinate of station B are ألف ألف، هنا أنا بس انتبهوا على هذه الملاحظة، هنا هذا شوية جديدة، أنه يقول عندنا إحداثيات النقطة B. وين هالنقطة B؟ هاي النقطة B بالمظلة تكون ألف ألف، ألف north يعني اللاتيتيود، وألف إي يعني معناها الإكس يعني معناتها الديبارتشر. هسه لو نجي على تكملة المثال، هذا اللي هو من عنده إيش حسب الأزيموث وحولها بالقوانين إلى البيرنج. هاي الأزيموث طريقة حساب الأزيموث، هنا كان عكس عقرب الساعة، وهنا الحسابات اللي هي كانت مع عقرب الساعة. تلاحظون بأنه هذا الضلع اي بي، وهذا بي سي، وهذا سي دي، وهذا دي اي، وهذا اي اي. اذا رجع طفل على نفس الضلع اللي انطاني اياه الاي اي اللي هو 55 درجة و55 دقيقة. لو نلاحظ انه هو هذا نفسه
لين طانية اي اي هو 55 درجة و55 دقيقة. اذا لازم اقفز على نفس الضلع اللي المفروض بديت به. هسه نجي على شغلة الاحداثيات. هسه هذه اوكي انه احنا ماخذين الاتجاهات وماخذين الازيموت وماخذين شلون نحولها من الازيموت بالقوانين احولها الى البيرنج وشلون اوجد الزوايا الداخلية والتصحيح مالتها. بعد ايش اخذنا؟ اخذنا الكوركت لاتيتيود والكوركت ديبارتشر. الكوركت لاتيتيود والكوركت ديبارتشر وين منطيك اياها؟ منطيك اياها بالمثال اللي شرحناه بالدرس السابق. المثال اللي شرحناه بالدرس السابق ايش كان عندي؟ كان عندي الازيموث وكان عندنا البيرنج وكان عندنا الديستنس. من الديستنس المسافات نطلع قلنا اللاتيتيود والديبارتشر. شلون نطلع اللاتيتيود؟ لانه اللاتيتيود يساوي لنا المسافه الديستنس في كوساين الزاويه الفا، والديبارتشر يساوي لنا في ساين الزاويه الفا، الديستنس في ساين الزاويه الفا. طلعت لنا اللاتيتيود، طلعت لنا الديبارتشر، قلنا نسوي كوركت لاتيتيود وكوركت ديبارتشر، وعرفنا شنو الكوركت لاتيتيود يعني معناته السمويشن لاتيتيود في الديستنس لنفس الضلع على مجموع الأضلاع أو الديستنس لكل ضلع. كذلك الكوركت ديبارتشر يساوي لنا مجموع الديبارتشر في الديستنس لنفس الضلع على مجموع الأضلاع. بعدين قلبنا الإشارة، قلنا بما أنه طلع مجموع اللاتيتيود يساوي لنا ناقص 0.164 قلنا لازم نسوي اللاتيتيود كله موجب، وبما انه الديبارتشر طلع لنا زائد 0.033 لازم نسوي الديبارتشر كله سالب. قلنا نقلب الاشاره لكل اللاتيتيود وكل الديبارتشر. بعدين طلعنا البالانس لاتيتيود والبالانس ديبارتشر. هذا اللي طلعناه بالصفحه اللي قبلها واللي شرحتها بالمحاضره السابقه شلون نطلع بالانس لاتيتيود والبالانس ديبارتشر. البالانس لاتيتيود والبالانس ديبارتشر عندي منطيني هنا اللي هو الاحداثيات لنقطة ب الف الف، يعني هذه الف ب الواي وهذا الايست يعني معناتها الاكس، يعني هذا اللاتيتيود وهذا الديبارتشر. منطيني بس احداثي واحد، يريد الاحداثيات البقية من اجيبها؟ راح اقول اني منطيني فقط لنقطة ب، نقطة ب. ايش يجي بعد نقطة ب؟ يجي سي. اذا اللاتيتيود بين نقطة ب وسي ايش كان يساوي لي؟ كان يساوي لي زائد 78، والديبارتشر كان يساوي لنا 68. اجمعهم وياهم راح يطلع لي الاحداثي لنقطة سي. بعد النقطة سي شو راح يجي دي؟ اجيب اللاتيتيود مال الدي سي او السي دي، اجيب اقول اللاتيتيود مالته ناقص 32، اجيبه هو اشارته، هو اشارته زائد زائد ناقص ناقص حتى اطرح واجمع من الاحداثي ويطلع لي الاحداثي الصحيح اللي بعده، الاحداثي الصحيح اللي هو الاكس والواي. خليت ناقص 32 وهنا كان موجب، قلنا لانه هو ايش كان؟ كان بيا ربع الربع اللي هو اذا الواي عندك سالب وعندك الديبارتشر موجب، يعني معناها هو بالربع ال. إذا هنا قلنا ناخذ اللاتيتيود والديبارتشر بكل إشارات. أجي طلعت لي إيش طلعت؟ نقصنا لأن أخذنا هو إشارته فراح ننقص من الإحداث مال سي، وهنا نجمع ويا الديبارتشر مال السي. إذا هنا طلعت لي الإحداثي مال من مال الدي. أجي بعدين إيش يجي بعد نقطة دي؟ يجي بعد نقطة دي دي إي. أجي على ضلع دي إي، هذا تلقوه طبعا لأني اللاتيتيود والديبارتشر بالمحاضرة السابقة اللي حليناها مال الكوركت لاتيتيود والكوركت ديبارتشر، وعندك هي قبل هاي الصفحة بالمنزل قبلها بالضبط اللي هو عندك انت هذه 22 هي الصفحة العفو 20 تلقى بها اللاتيتيود والديبارتشر واللي حليناها بالمحاضرة السابقة. اجي طلعت احداثي نقطة دي، اجي اخذ ورا الدي اكو نقطة اي فاخذ الضلع الدي اي مالته الديبارتشر سوالي اشقد؟ سوا عندك 107 واللاتيتيود والديبارتشر ناقص 175 قلنا ناخذه هو او اشارته. من هنا اجمعها، هذا من هنا اطرحها، طلع الاحداثي مال نقطة اي. اجي على الاي اي،
الضلع اي اي شنو مالته كان اللاتيتيود والديبارتشر؟ كان ناقص 46 ناقص 95. اطرح من عندها طلع الاحداثي مال نقطه اي. هسه وين ارجع؟ المفروض انه ارجع اقفل على نقطه بي، من طاني اياها الف الف، المفروض اقفل على نقطه بي، اجي اخذ بعد الضلع اي الضلع بي، اذا اخذ اللاتيتيود والديبارتشر مال ضلع اي بي اللي هو كان ناقص 89، واللي عندكم بالورقه اللي قبلها هي اول رقم ناقص 89 وزائد 46. زين ليش ما بدينا من بدايه من نقطه الاي؟ يعني ما هو طالي نقطه بي، ليش ما قلنا اي بي وبعدين مشينا؟ لانه هو منطيك نقطه البي بالازيموت. وين مشى؟ مشى كان يمشي عكس عقرب الساعه. بما انه مشى عكس عقرب الساعه لازم هذني احل عكس عقرب الساعة وأرجع أقفل على نقطة بي، وطلعت شيكت نقطة بي. من طلعنا الضلع أي بي كان إنه هو أول رقم عندك البالانس لاتيتيود بالصفحة اللي قبلها ناقص 89 وزائد 64، طلع رجع قفل على نقطة بي، طلعت ألف ألف. إذن هذا الموضوع المهم جدا، إنه الإحداثيات أرجع أخذها من البالانس، مجرد بس أجمع وأطرح باللاتيتيود والديبارتشر وطلع الإحداثي اللي بعده للمظلة. هسه الأريا المساحات of closed traversed by coordinate method، هاي إحنا ما غريها بالفصل الأول لما قلنا أنه عندك الإحداثيات هذا الإكس وهذا الواي. تذكرون أنه إيش قلنا؟ قلنا الإكس لنقطة أي على الواي لنقطة، هذا من قلنا الواي على الاكس، وكان احنا عندنا انه نقفل على النقطة نفس النقطة، يعني هاي اي اي قلنا نقفل، والوسطين في الطرفين، وايش كانت تساوي لنا الاريا؟ كانت تساوي لنا النصف هذا الطرف، اجمعه ويا هذا الطرف، اكمل الجمع مالته ناقص، بعدين ارجع اضرب الوسطين في الطرفين وأطلع الأريا. هذا نفسه اللي أخذناه بالكورس الأول. عندك هنا هاي المساحات شلون راح نطلعها؟ يعني راح ينطيك هنا إحداثيات النقاط. من ينطيك إحداثيات النقاط؟ يعني مثلا نفرض هذه نقطة A. أنت من راح تطلع هذني الإحداثيات مثل هذا المثال؟ أنه أنطاك الإحداثيات وسويت بهذه الطريقة، يعني طلعت التوتال أوف أريا لكل هذه المنطقة. ونفرض انه هو انطاك للمضلع، هذا تشوفون طلاب هذا المضلع انطاك بس نقطة واحد، نقطة أربعة وأربعة بار وواحد بار واثنين بار واثنين، هذه هذا تذكرون إذا كان شنو عندنا مال الأريا المساحات. فإذا طلع هذه الإحداثيات ايش راح أطلع؟ راح هذني الإحداثيات واحد أسوي من الوسطين في الطرفين، هاي أطلع الأريا واحد، بعدين هنا أنا أجي أطلع أخذ بس فقط هذني اللي هي نقطة واحد واثنين وثلاثة وأربعة بدون البارات، وبعدين شنو أطلع لها الإحداث، راح أنقص الأريا الثانية، الأريا الثانية من الأريا الأولى راح تطلع لي الأريا أوف الطفل. هذا تعتمد كلها على طريقة الإحداثيات وعلى المعطى بالسؤال. إذا منطيك الإحداثيات لي كلها يعني انت لازم تطلعهم كلهم، نعطيك الاحداثيات فقط واحد، واحد داش، اثنين اثنين داش، اربعة اربعة داش، اطلع هذا وبعدين اطلع اكمل هذين الوسطين والطرفين. هذا الموضوع طلاب احنا ماخذين بالمحاضرة السابقة، هذا اللي قلت لكم عليه، هذا المثال اللي هو نفسه اللي حليناه الدرس السابق، اللي هو نفسه اللي اخذنا من عنده هذا اللاتيتيود والديبارتشر، اخذنا البالانس لاتيتيود واخذنا البالانس ديبارتشر، وين عوضنا؟ عوضنا بهذني الاحداثيات اللي منطيني اياها نقطة اي، منطيك نقطة بي العفو فقط الف الف، وطلعنا الاحداثيات البقية، وقلنا ليش مشينا بي سي بعدين سي دي بعدين لحد ما وصلنا لنقطة، هذا هو نفسه اخذنا من عنده البالانس لاتيتيود واخذنا البالانس ديبارتشر.
وعوضناها أخذناها هنا وإشارة هذين الحقلين، أخذنا هذا الحقل وأخذنا هذا الحقل وجمعناه وطرحناه ويا هذه الإحداثيات اللي هنا من الطانيها ألف ألف، أخذنا هذا اللاتيتيود إشارته وديبارتشر إف إشارته، واعتمدنا قلنا على الأضلاع، هذني الأضلاع بعد البي يجينا بي سي وبعدين سي دي، من يجيني بي هو من طلي بي، من يقول لي بي سي راح أطلع إحداثي مال سي، من يقول لي سي دي راح أطلع إحداثي مال دي، من يقول لي دي إي راح أطلع الإحداثي مال الإي، من يقول لي إي أي راح أطلع الإحداثي مال الإي. فهذا اللي كان هذا الموضوع. المهم شوية تهتمون بالإحداثيات، هي بسيطة جدا، إنه مجرد أطرحها وأجمعها من اللاتيتيود أو البالانس لاتيتيود والبالانس للبشر حتى تطلع الإحداثيات المفقودة بالنسبة لكل المظلة. وشكرا.